السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا نهار اليوم ميني كيش بالسلق والدجاج، ولا السبناخ والدجاج. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونمر مباشرة للتحضير على بركة الله. بالنسبة للعجينة تاع الكيش، يعني مولفة نديرها معكم. عندي هنا 125 غرام زبدة طرية تكون خرجتها من قبل من الثلاجة، و250 غرام فارينة، وكاس لهنا فيه 50 بين 40 ل 50 مليلتر ماء عادي، وصفار بيضاء ورشة مليحة تاع ملح. هذه هي الوصفة اللي يعني حتى المحترفين تلقوهم يخدموا بها، والكيش تاعها يجي يذوب في الفم. يعني الوصفة هذه ما تخافوش منها مرة. دونك انا هنا مبسس الفارينة والزبدة، نخلطهم مليح مع بعضهم، والملح اللي درت الملح ثاني حتى نتحصلوا على قوام كما هذا. ومن بعد نزيد صفار البيضة ونبدأ نزيد الماء، وحركوه غير بإصبع يديكم. يعني العجينة هذه ما تحبش تندلك تاع الكيش هذه، دونك هكذا بإصبع يديكم، وزيدوا الماء بشوية باسكو ما لازمش تجينا مشمخة بزاف، طرية بزاف، لازم تكون شوية فيرم. هاو قعد لي شوية سما دات لي 41 ولا 45 مليلتر تاع ماء. دونك هنا نلمها في بلاستيك وندخلها في الثلاجة نص ساعة 30 مينوت، ومن بعد جبتها وفي طاولة العمل نبغ شوية فارينة ونبدأ نحلها هكذا. دايما عاونوا رواحكم بشوية فارينة، ما تكثروش بزاف باش ما تيبسلكمش العجينة من بعد. ونحلها على واحد زوج حتى 3 مليمترات العلو تاعها ولا الارتفاع. ونجيب انا دي فوا نحلها بالطابع هذاك لومبورت بيس الكبير اللي يجي اكثر من الصينيه، ولا هكذا طريقه سهله. نقطع العجينه اوتور دو المول هذا، لازم تكون شويه العجينه تكون شويه كبر من الصينيه تاعكم هكذا غير بالموس برك. ونجبد الناحيه هذوك الزوائد نطبقهم في البلاستيك هذاك الفيلم اليمونتير، نقلبهم فيه ومن بعد غير نطبقهم مرة ثانية ونحلهم، ونزيد نكمل ندير بهم دي ميني كيش اخرين. هاكم تشوفوا هنا العجينة نعدلها في المول هذا، ونحي الزايد بالسكين، ولا نعدلها كذا البلايص اللي ناقص فيهم العجينة ولا شوية خشينة. المهم ضغطوا بزاف على الحواشي باش العجينة تطلع لفوق وما تهبطلكمش. شوفوا هنا الجوايه اللي ناقص فيهم العجينة، نحي من اللي فيها الزايد وندير في اللي ناقصين. شوفوا هنا راني نضغط بزاف على الحواشي باش نصبطها عند الحواشي باش ما تهبط لكمش تاني. وكاينين يعني يديروا لها الخميرة، كاين هي الوصفة هذه الحقيقية عند المحترفين ولي بولونجي، والله يديروها هكذا ما يديروش الخميرة. الخميرة ثانية راهي تهبط العجينة كي تعودوا طيبوا فيها. وهنا بالفرشيطه ديروا ثقب في الوسط وفي الحواشي، مي ثقب من فوق برك، مش تروحوا تخرقوها بثقب كبيره ومن بعد كي ديروا الحشوه تاعكم تسيح من تحت. المهم ديروا ثقب غير من فوق لفوق. وهنا نجيب، شوفوا الطريقه تاعي اللي معتمدتها، انا نجيب اليمنيوم تاع الطبخ، ديروا الجهه اللي تب الفوق اللي تبري من فوق واللي ماهيش من تحت فوق العجينه، وعدلوها سبطوها مليح وديروا عليها حاجه ثقيله. انا دائما ندير الملح باسكو الملح نقدر من بعد نعاود نستعمله. كاين اللي يدير الحمص كاين يدير اللوبيا، الاحسن ديروا الملح باسكو ما يتحرقش وتقدروا تعاودوا تخدموا به. ديروا هكذا كميه بمغرفه ونص والله باش العجينه تقعد مسبطه كما راهي. دخلتها للفرن 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه سا ديبون الفرن تاعكم. الطيب هكذا بصفوريه ماهيش طايبه بزاف ومش ما تخليوهاش نيه نون بلو باسكو من بعد راح نزيدو نعاودو نرجعوها في الفرن. هاكم تشوفو تتنصل وحدها. انا لي مول درت لهم غير فارينه ما درت لهمش الزبده، نبخت غير الفارينه عليهم، هي بلا الفارينه ما تلصقش العجينه فيهم. هنا دوكا لي كيش خليتهم على جنب، ونجي للحشوه. درت شويه زيت زيتون في مقله سخنتها مليح، ودرت بصله صغيره وفص ثوم بس كل السبناخ يحب الثوم. فوالا، والكميه تاع الحشوه يعني ما ديروش حاجه كبيره بس كل الكيش ما ياكوش بزاف الحشوه. دونك انا ذبلت البصله والثوم شويه من غير ما تخليو الثوم يتحرق، ودرت شويه دجاج، صدور دجاج قطعتهم صغيرين ولا ترحيوه كما حبيتو. نقليه ثاني مع البصله يعني نقلبو مليح حتى ينشف من الجهات الكل،
وهنا ندير الملح، ندير شويه فلفل كحل، ديروا التوابل اللي تشتيوها، مي حاجه قليله، ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش الحشوه مره. شويه فلفل عكري، شويه زنجبيل، وشويه كزبر كوريوند. انا شتي الكوريوند في مع اللحم تاعي. وهنا عندي 200 غرام سبناخ لي زيبيناخ، غسلتهم وقطعته ودرتهم مع اللحم حتى نتقليو اللحم مليح، والبصل كساع ديروا السبناخ، او السبناخ يذوب في ساعه وما عندوش الروح. هاك ما تشوفوا كيفاش قد ما ديروا منه ما يبانش، هو يذوب برك يولي ما يبانش. غالا نخليه يكمل يطيب حتى تنشف تماما، والنار تكون شويه فوق المتوسط باش ما يطلقش الماء ويقعد اللحم يطيب في الماء. هي تنشف هكذا، وانا نحبس النار ونفرخها في صالادي باش تزرب تبرد لي هكذا، تبرد لكم بسرعه، لازم تخليوها تبرد. وهنا نجي لاباغي تاعي، ندير 3 بيضات. انا هكذا نخدمها، ندير لها 3 بيضات و200 مليلتر كريمه سائله. جاتني كاس بهذا، مش معمر بزاف بزاف، مي كاس بهذا، علبه هذه البغيك هذول، يعني البنات اللي هنا فرنسا هي تتباع في ليدول. ولا نفرخها مع البيض، وهذه انا جاتني شويه بزاف وقعد لي منها. من بعد تقدروا ديروا غير 2 بيضات، لكن انا قعد لي منها شويه. دوك درت شويه ملح وشويه فلفل كحل ونخلط مليح مليح. ونحط لاباري تاع على جنب، ونجيب الحشوه، ونجيب ثاني عندي هنا جبن مثلثات تاع لافاش كيري، قطعته قطع صغيره، ونجيب لي ميني كيش تاوعي، ولا تقدروا تخليهم في ليمون تاعهم، ولا ديرهم كما انا هكذا في بلاطو، نحيتهم من الليمون وحطيتهم في بلاطو هكذا. ونبدا نحشيهم بال لي زيبينار والدجاج هكذا، عمروهم مليح. ونجيب الجبن ثاني الفخوماج، ديروا وش عندكم قطع صغيره هكذا تبنوا بها، يجي بنين ثاني. ونفرغ بالمغرفه هكذا الكريمه هذيك والبيض. شوفوا دوكا انا ندخلها للفرن، ندخلهم للفرن واحد 15 دقيقه، يجمد هذيك الفخس هذيك ولا الحشوه تجمد. ونزيد شويه جبن مبشور من فوق، الجبن المبشور ما نديروش من قبل، انا نفضل نديرو من بعد ما طيب باش ما يجيش ساك، ما يجيكمش يابس ومحروق. انا دخلته هكذا، درته هو الاخر، وزدت عاود دخلت اللي كيش تاوعي 10 دقائق، هو ذاب برك وانا خرجتهم. هاكم تشوفوا هنا بعد ما طابوا يجيوا روعه، يعني البنه خاصه الناس اللي تحب السلق ولا لي زيبيناغ والجبن والدجاج، يجيوا ما شاء الله، ويجي العجينه تجيكم تذوب في الفم. هاكم تشوفوا تجي ذوب وحدها، ويعني مملحه مليحه بزاف للرمضان ان شاء الله وعلى الابواب. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، وشاي طيبه وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.